وأفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله كما جاء في التفسير. فأكثروا من هذه الكلمة، أحيوا بها قلوبكم، وأعمروا بها بيوتكم، ونوروا بها أوقاتكم. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعودوا ألسنتكم ذكر الله دائما وأبدا، ولا تنسوا ذكر الله، فإن من نسي ذكر الله نسيه الله واستولى عليه الشيطان. كلمة لا إله إلا الله كلمة خفيفة، خفيفة لكنها ثقيلة، خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة عند الله.